مرحبا سيدي. اهلين يا هلا. رفيقي محبوس عندكم جوا، خرج وتشوفوا معيتا. والله ما في زيارة هلا، ممنوعة. شو هذا كيس قتة؟ اي والله قتة. هذا حواش اليوم، بلدية الله وكيلك دوق. اي من دوق. لا ظريفة القتة والله. على راسي، عندك شي كيس حط لك شوي؟ والله كيس هون ما في، في جوا. اي شو عليه؟ منفوت لجوا. منفوت جرب. عن جد جنن هالقدي؟ من كشكسو لزلم؟ لا والله مو لشوي، لا برطيل هي. يا عم شو هالقصة؟ على حظنا ما عاد في برطيل كمان. شو القصة؟ اي حياك الله. جدي ايوا زيارة خير، اللهم اجعله خير. روح بجانتي، انت تطمن على اخر. دير لي بالك على هالواطي. ولا يهمك، بالحفظ والصون. ماشي. تعالوا لا راسي معلم. ما قلت لي قصتك انت وبجانتي؟ أخين سيجارة؟ سيجارة؟ الله حيو يا هذا يا سيدي أبو جانتي واحد ندل. ندل؟ الله وكيلك شعي. يا حرق حريشك يا سعيد، عم أقول ليش المغفر كله عم ياكل أنت؟ لا يا أبو جانتي، أنت غالي علي، كنت جايب لك كيس هالقد قده، بس ما صفي منه غير هدول صحتين وهنا على قلبك. كفو سعيد كفو. أنت شو جاي تساوي هون؟ أنا جاي أشوفك، أنت شو صار معك؟ شغلتي لتي انا لك يا ابو سعود، شغلتي لتي، لا على البال ولا على الخاطر. لا تاكل هم يا ابو جانتي، انا رح حل لك اياها كل حل هيك من جزره، رح احكي لك مع المدرب. مشان شو؟ شو مشان شو؟ مشان يطالعك. مدرب؟ احكي معه مشان يلعبك. طيب طالعني مدرب. زعلت مني انت؟ زعلت شوي بس مسامحك. بوسني. الله يخلينا اياك يا ابو جانتي، انت ما في منك. لك قتي اللي ما في منها. ايش وهالقتي؟ غيرك ما سواها وجزاني لك يا سعيد، انا مقدر لك يا هاي. صح. قتي واحد ابضاك. صح. كل قتي. انا ما بدي، هدول الك. ابو لطيف، عطوفي. امي فايقة فايقة، انا شو بدي؟ امي شو بدي؟ بدي اتصور جنبك يعني، ابو جانتي لا ما اجا. امي هلا بيرجع، ما تقولي لفات. حتى الحين ما ابصر شو صاير. ما بعدين انت شو اللي نايمك هون جنبي؟ قومي على اوضتك. قومي. يلا امي. قايمه. لك قومي، انا هون بدي استنى. امي انت ما بتستنى. لك قومي تحركي بقى. ما بتهني الواحد بنومي. قومي. نومي. هي نومي هي. الحم عليك يا ابو جانتي. وانه كان يفهم. عبس عبس. الله وكيلك يا ابو خطاف، مثل ما عمل لك هيك لكان. الله وكيلك. تلفون. ايه هذا عبس جوز الحمام بني، شايفك قاعده محلي. ايه بعده محلك، من هون وهيك مخلص تحت جناحي وبحمايتي. روح انت ترقعد هنيك. انا روح انت ترقعد هني؟ مثل ما عمل لك ابو جانتي. خلاص انت ولا ما عم بحكي معك انا. شو على اساس عملت لي فيها قبضاي وزقرت وانه روح ابجانتي ولا يهمك وانا بتدبر امره؟ شو عدا ما بدا؟ والله لما فتت فكرت اجانا واحد قبضاي وزقرت، بالاخر تطلع واحد سرسري. منيح اللي فهمنا القبضاي مخلص. على راسي على راسي والله. الله حيو. ايوه هيك القصه يعني. ماشي يضرب الجوز ما اصعب بفراطه، مو اضرب منك الا هو. شو عم بتقولوا؟ لا ولاك سيفي جرأتك ولا مثل ما سمعت. شوفوا لا هون انا الزعيم، ما في كلمه بتعرف فوق كلمتي، فاهم؟ بلا زعيم بلا بطيخ، شو افكر زعامي بالشوارع؟ بدي اقول لك يا شو هالحكي؟ طب ما بتحسن تفيقوا انت؟ انت مساعد اول كمان مو سالي، واذا هو مو لازم اول. شو قصتها؟ العالم كلها عم تسكر. والله بيعبد والله ما عم يده.
الو يعني ام النور والله لا كنت انا وياها عم نلعب بالطاوله على الشده على الاسطوح بالقهوه كنا عم نلعب ايه لا هو راح جاء طلب على جبات الخشب ايه هنيك ما في ارسال بجبات الخشب بكون فضي موبايله لا لا تحكي هم ما تحكي هم كتر خيرك يا ابو ليلى يعطيك ألف عافية مع السلامة على علامة قلب الأم شو شرشوح قال إجا طلب لأخوك قلت لي همة ما بدي ادعي عليها غرقانة بالنوم خلاص لك وين راح ليش تخاف علم ابو جانتي نعم انا فرطت معلش من بعد اذن سياده سعاده حضرتك قومنا اذن سياده سعاده شو حضرتك معلم اول شيء انا مالي معلم تعلم العصي بجنابه انا اسمي ابو جانتي واحد مثلي مثلكم ثاني شيء قومنا شو بعمل لك يعني نيمك بحضني لك لا مو هيك قصدي بس قلت لحالي باخذ اذنك معلم قبل ما اروحنا لك اذن شو نيمك انا ادفسك يعني قوم اندفس نام يعني بدها اذن القصه قوم شو يعني بهدد لك انا بقول لك يلا تنام يلا تنام لا تبح لك طير الحمار صغير لانه الله لا يكبره خلاص انت ولا ضحكت بقرب معمل مرتديلا عم ضحكك انا لانه ضحكوا ضحكوا انت لا تضحك انتوا بس ضحكوا لك ضحكوا ما عاد اخذ معه شيء تعالي شكوا ما بتعرفوا امتى بيجي قرار الاعدام تبعكم رح نشتغلكم انت من ادنيك مبين اعدام الحبس حوالك شلون نحن جاي من هذا انه نحن وهو هنيك محبوس والله ربي عبد بخير السلام عليكم اهلين سعيد ليك ابو ليلى انا حكيت مع مدربي وعدني خير لك شو مدربك ما مدربك مدربك خرجي اقطعك الشارع من ارني هي واسطه هاي عم لك عملنا واسطات قد ما بنحسن وما بنمشي الحال كيف الحل هلا الحل ايوه وما لنا غير نحكي مع ابو الملوك والله الله يديمك ويبدو عمرك يا عمي ابو الملوك والله ما راح انسى لك هالشغله تمام شو قال مشي الحال مشي الحال هو ايه قوم يا رجل عند وليد يا وليد تعا حبيبي تعا الله يرضى عليك دير بالك على المعلم بيوصل انا وعمك سعيد مشوار بس قوم يلا لك لوين لك لعنده لك ليش هذا بيطلع بايده يطلعوا لابو جانتي من السجن لك شبكك سعيد هذا ابو الملوك لا شوفه مسافر مع هيك بس بيعجبك تعال معي تعا شوفير تاكسي وقفته وحده قالت له بدي روح على الصالحيه قال له روحي بس لا تطولي الله عليك يا ابو جانتي منين بتجيب انك هالحلوه شو شايف ابو جانتي قاعد بالصدر ليش ما دريت اتغيرت الوزاره سيدي سكرت امك ولا انت وياه ابو جانتي مخلص شرفوا خير رئيس المخفر بده يشوفكم حلو فرجت معناتها تدخلت السلطات العليا يلا دعوا لنا شباب الله مع السلامه يا جماعه الله يسلمك قوم انت قوم يلا شرف قوم شباب ابو جانتي يلا ماشي يا اندال انت وياه اهلي ابو البلوك نورت والله منور بوجودك يا سياده المقدم الله يخليك رام سيدي متهمين ناخذنا لجوا على راسنا الحكومه والله اهلين بمعلمي بتاج راسي ابو البلوك اهلين ابو جانتي ليش معذب حالك معلمي ولو يا مخلص احكي لي شلون سرقت اغراض الشرطي سيدي والله مو انا هو إيه بس الشرطي تعرف عليك انت مزبوط انا اللي سرقت بس هو اللي وزني سيدي هلا ابو جانتي هو اللي وزعك تسرق الشرطي ايه والله سيدي مخلص
انا اللي وزيتها. ابو جابتي ما بيعمل ناقصه. اسمع لك، انا كنت بالتاكسي، انت نزلت لعند الشرطي، بعدين انا شو بدي بدفتر المخالفات والعصاي يسرقوا؟ لك احكي الصدق. ابو جانتي صفحته بيضة عنا، بس انت لك 10 صفحات سود ورح نزلك اياها بسجلات جينيس كمان. مزبوط سيدي، بس يعني هلا شو بدنا بالقديم؟ نحن عم نحكي عن هلا سيدي. يعني ما بدك تعترف؟ عم بعترف قدامك سيدي، بس يعني مو لحالي كنت والله العظيم. طب انت كيف تعرفت على ابو جانتي؟ وين وشلون؟ راكب سيدي، راكب مثله مثل اي راكب يطلع معي بالتاكسي. هاي اصلك. يعني انت ما بتعرف ابو جانتي من قبل؟ يعني ما في شي سرقه تانية مثلا؟ اعوذ بالله سيدي، شو سرقه تانية؟ بعدين ابو جانتي شكله معدل. ايه بعرضي معدل. ايه بس هو اللي وزعك تسرق الشرطي. خذون يا ابني. يلا قدام. معلمي انت بتعرفني انا بريء. ما هي ابو جانتي هو ناكلي معيتك يعني. واضح انه مخلص عم يتبلى ابو جانتي. انا تركتهم ياخذون الاثنين مع بعض حتكون في فرصه يحكوا مع بعض مره ثانيه. وهلا اشرب قهوتك لبين ما استدعيه مره ثانيه. تفضل. كل خيرك. اهلا ومرحبا. لك شباك لك وليد، خلص هي فرصتك لازم تستغلها. خلص راح احكي معها واقول لها انه انا بحبها لا راح لها انه انا معجب، انه لا انه انا واقف جنبها وما راح اتركها لحتى يطلع ابو جانتي من السجن. رديت قليل هدي. الو الو، انا وليد، عرفتيني؟ ايه عرفت. ليك يا عواطف، انا من هون لحتى يطلع ابو جانتي من السجن انا موجود. انا شو؟ ابو جانتي بالسجن؟ بالسجن؟ لك امي بسم الله الرحمن الرحيم. امي بوز ايدك. امي بالسجن؟ ابو جانتي بالسجن. قولي علي يبعث لي اكلي ان شاء الله عليك يا ابو جانتي. يا عليك يا حدو. لك الله لا يعطيني العافيه، شو عملت انا؟ حتى ما لحقت الا انه رح اوقف جنبها. ها ها ها. الله ما بيقصر فيني معلم. رح اقوم عد زرار. شبنا ابو جانتي. يلا انا شوف انت وياه. خلص شبنا ابو جانتي. شبنا ابو جانتي انا اللي عمزتك يا كلب. معلم انت شبنا ابو جانتي. شبنا ابو جانتي. على مفرق شواربك يا عاطف. يعني انت بتعترف انه ابو جانتي ما له علاقه؟ اي سيدي ما له علاقه، ما له علاقه. وليش كنت بدك تتبلاه؟ لاني كر سيدي، والشيطان شاطر. حاشا فعلا انك كر. تحب تدعي عليه ابو جانتي؟ لا سيدي لا، شو ادعي عليه؟ انا بعمري ما ادعيت على حدا، الحمد لله انا ماشي زول زول وبقول يا رب السترة. الله يسامحه. طيب ماشي،
خذوه يا ابني. حاضر سيدي. لا وين وين؟ ما هو؟ خلي مخلص. أنا الله يعزك يا أبو شرطي. إن شاء الله ما تواخذنا يا أبو الملوك، أنت بتعرف إنه جايتك غالي كتير كتير علينا. كتر خيرك ما قصرت، كتر خيرك. شرفت والله يا أبو الملوك. مشكور الحكومة. تعال. الله معك يا أبو جانتي. مخلص مخلص. عن إذنك بس دقيقة بدي أحكي معه. بعد أمرك يعني. مخلص. أنا عملت معك شي شغلة زاحلة بزماناتي؟ لا والله. أنا عم بحلب صافي معك كل الوقت ولا لا؟ اي والله. ليش انت ما حلبت صافي معي؟ على كل حال انا مسامحك من كل قلبي، والله يهديك ويصلحك وتلاقي لك شي كار حلال هيك تاكل منه احسن من هالكار هذا العاطل اللي ماشي فيه. ماشي، الله يهديك. الله معك. الله يعزك. خذوا ابو جانتي. ابو موسى يقبرني الله. هذا اهلا يا ابو. اهلا يا ابو جانتي. لك وينك انت يا زلمه؟ قسما بالله مشتاق لك. يلا خلصنا. روق شوي، هذا الزلمه مفضل على راسي، على طربوشي من فوق، علي حلال على طريق حمص. لولاك انت اتكلت من زمان. انا اهلين احلى بجانتي. لك انت احلى بضاي بالعالم. لك اهلين ابو موسى. لك وحشه لعيونك. شو بدك هون؟ انا خدامك. لا ان شاء الله ما بيلزمنا شيء من هون، وانت الله يتوب عليك من هالنزله والطلعه كل يومين والثالث هيك ويكبر عقلك. واي شيء بيلزمك من برا يعني انا اخوك الصغير. ونعم الاخ. والله على راسي، على راسي يا بجانتي. هلا امشي اذا بدك. لعيونك يا بجانتي. ايوه سكرت. والله سكرت. واحد قال لي مره انه قال زحصوا عند بريال. شو يعني بزحط؟ يعني بسلوت من السياره؟ هذاك اللي بيضحك مو بسلوت بالسيارة. شو عم تحكي انت؟ لا عم تضحي التضحيط. هذا اسمه التضحيط. لك ما فهمت عليك ابو الملوك. انا ما يعني بسلوت من السيارة. حل عنا ابو ليلى. لك شو سألناك؟ عم اسألك. والله انا مالي مصلحة لا بدي افتح ميكانيكي ولا شيء. انا شغلتي اعراضات وما اعراضات. لك حل عني بقى. انت الثاني. الله حيو جدي حبيبي جدي. شو هاي سلمني عليك. ما بنعرف حدا لنتصل فيه. بالك مالي غيره وحيدي. مالي غيره. لك منين اجتنا هالمصيبه منك؟ شو بكي انت الثاني؟ مشغول بالي على سعيد. من امبارح عم بقول له ما عم يرد علي، هو مختفي والثاني ليكون معه لاخوكي. ايه علينا. ناقصتك انت الثاني. عم تعيط علي؟ عم تعيط علي؟ انا فرشكي وهي حردك. ايه روحي، كل يوم والثاني بتحرات. طولي بالك امي، طولي بالك. شمي شمي امي شمي. يبعت لي حمى عليك. يبعت لي حمى عليك. يا علي يا عليك يا حد. طولي بالك. تقبريني. طولي بالك. وينو؟ طلع الله يستر. طلع. ايه والله طلع. طيب يا بجانتي حسابنا بعدين. ايه قوم هيك. قوم انت وياه. قوم بروك على يطاقك. قوم بروك على يطاقك. قوم له. حاضر زعيم. ليك على اللجنة. شو اسمك انت؟ مخلص زعيم. قرب له. والله راسي. قوم له. قوم من هو. شلونك بالطرق؟ هات العود من عندك. هات العود. أمانا ما نما 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 والحاضرين عيوني. على راسي والله. على راسي زعيم. كم نوم فزور الدار ورقا خلتي معهن يا بوارد باكي ودمعي غرق الماهن. سألتي طير الحمام، سألتي طير الحمام اللي يورد على ماهن
يا بسلم على احباب قلبي، عيني سلم على احباب قلبي، بالحشا والروح جاوبني طيري، جاوبني طيري وقال لي يا معنا روح. بكفي فؤادك ضما، بكفي فؤادك ضما، حاجة تجي وتروح، واحباب قلبك غدو ماهن على ماهن. امان 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 والسامعين عيوني. يعني خلاص ابو جانتي ما عاد يطلع من السجن؟ شو بيعرفني تقبريني؟ شو بيعرفني؟ طيب امي خلينا نحكي مع حدا ونروح نشوفه، بركي فينا نساوي شي. ليش قدراني انا اوقف على اجري؟ الو لك ابو جانتي، لك وينك انت؟ الا وين انت؟ لك ايه هاتي حدو تقبرني، وينك انت؟ اكلت شربت؟ طمني عنك دوبر قلبي. قال ما معه شاحن وفصل الخط. الحمد لله امي حكى الحمد لله. لا 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 ليش؟ لك امي شبكي؟ يعني اذا حكى معنا بيكون مو بالسجن. ولي علي يا علي. اي والله جابر جابر بعينته مو هون. يلا معناتها ابو ليلى هات شغل لي بربيش هالمي، سعيد هات الصابون، جم سكر الشبابيك ونزل الدعاسات. يلا وينها افجانتي؟ انت عم تحكي جد يعني؟ من كل عقلك بدك يعني انا اغسل لك السياره؟ لك شو علي لك ابو ليلى؟ اعتبرني ام ليلى وعم بتقول لك عندك غسيل اليوم. والله معقوله؟ لك لا اهلين ولا سهلين، مين قد بطلع من العده؟ لك شو العده؟ كلياتهم بربيش وسطول، شو لعبنا لك نحن؟ لك انا جابر ضد المي، مو كل مين مسك بربيش صار ضد المي، ولا كل مين مسك ليفه صار جابر. شو بنا جابر روقنا؟ شي يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك، هذا بدل ما تقول الحمد لله على السلامه لابو جانتي، جاي عم تفتح صنصاج عليه؟ ليش خير شو في؟ لك شو شو في؟ تشويك الشوايه، هلا طلع من الحبس لسه. ايوه شو هالحكي؟ يا ابو الملوك بيعرف. لك انا جابر، جابر ضد المي، عم تفوتوا على المغسل بتلعبوا بالعده؟ بعدين معك بقى جابر، خلصنا. ايه خلصت امو على عيني. شو هالقصه معه هذا بقى؟ عقلي امورك قوم عنا ابو ليلى. كيف الجو عندها؟ الله يبعث الخير، مبين سنة خير هالسنة. رش يا عبديش رش، يا ريتنا جبنا لنا شي كاسة شاي. عبدي! عبدي عبدي عبدي! لك يبعث لك قتلك نقصتينا. يو هاتوا البشارة، هاتوا البشارة، ابو جانتي هلا طلع وجاي على البيت، سعيد خبرني. لا 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 شلون يعني بدي فوت على البيت؟ من الباب كان الباب مفتوح. ايه ما حدا فات بعدين. تارك الباب مفتوح ولك حوبة؟ انا حوبة وين؟ لك انت انت بدك تحترميني؟ كم مرة قلت لك انا اكبر منك؟ ما بيصير تحترميني. لك انت بدك ترباية، بدك ترباية. لك
بس بقى تضربي منك الى روحي وانت تروح على المطبخ سوا اكل. هلا بيجي ابو جانتي جوعان تاكلي. حاضر امي. تعي سوسو تعي تبريدي تعي. الف الحمد لله. كبرني يا حدو. الله يسلم بياتك يا حق. ما سكر الشباك ما تنزل. لك شو هالحجام فلتان هذا؟ يلا شباب شرفوا. لا معلش وين طاحش انت لك يخرب بيتك. لك سعاد شو بدي شو؟ لك خلينا نذكر الثاء. معلش يلا كاسة شاي عمي بليلة شرف. يلا خلينا نشرب شاي لك هون. سعيد ابلينا شباب عبجانتي. لك اهلين عمادو. الحمد لله على سلامتك يا عبجانتي. الله يسلم فيك ولا عظم الهي. اهلين بالصديق الصدوق بس مو بعيد عنك. طول عمرك يا زبيبي. لا يا عبجانتي لا تظلمني. انا اول ما قال لي سعيد دغري اتصلت بالعالم وما خليت مسؤول بالبلد الا ما حكيت معه من شانك. ليش فكرك انت مين طالعك؟ ها مين انا طالعتها؟ لا يلا فوتوا قبل ما انتشتش بينزل المطر. هلا هيك شكله افتح الباب. وشو هي اللي بايدها؟ هي كنت اخذها لابجانتي علبة حلاوة. هي علبة حلاوة كمان فوق ما طالعتني. لك والله شغلته كبيرة يا الرفرفة. عم بضربوهم بالنطاق بالنبك. افتح عمي افتح. شرفوا شرفوا قبل ما تشتي على ولد ابو ليلى. شرفوا قبل ما تفوتوا ابجانتي عازمكم على تمر هندي. تعال هلا تمر هندي شباب. تعال عمي تعال صب اربعة صب اربعة. هي حلوة صب اربعة ابجانتي على حسابك. والله يا رفرفة ابجانتي. لا تبيخ على عمي ليرا. فوت عني يسلموا دياتك حبيبي. دياتك حبيبي. الله يهسرها. يلا دايمي شرفوا شباب. شرفوا شباب شرفوا يا بيت اهلا وسهلا. شرفوا شباب. يلا يلا شرف عم ليلى. اوه في بحارتنا رماني. اوه حامضة ولفاني. اوه حلفنا ما نقطفها. اوه يطلع ابو جانتي بالسلامة. كيفه الحلو؟ هلا وقتها سعيد؟ عيب عليك قدام العالم تشاطر وقت نكون لحالنا. ايه قولار فتحتك بثمانية. الحمد لله على السلامة اخي. يقبرني بطل الجمهورية بالبراءة والاختراع. يسعد لي اللي خلقكم انا. والله ما خفت على حالي من الحبس قد ما خفت عليكم واشتقت لكم. الله يرضى عليك يا عم. يا منظور انت خلينا ياكي يا امي. خلينا ياكم. امي امينا بالواجب للشباب ما حلوه. ايه اذبحي لك قرصان شنقيش وانت في لك مكدوستين على السرير. اتقبر قلبي. يلا اواه. وبدنا صحن من شان الحلاوه يا ابجانتي. لا 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 الحمد لله الحمد لله. ربي عوض اسلقوا لنا شي برات شاي كمان اذا في. اهلين سوسو فوتي تقبريني. اهلين بوسك ولا بلا الدنيا شو؟ لا شو بلا ها؟ يا اخ ما كسرتوا السفرة عم تستنوني. ايه حبيبتي عم نستناكي. لك ليش جبتيني على ملا وجهي؟ مو امبارح لسا كنت عندكم ابو جانتي رجع على الحبس. لك لا ابعد الشر عن قلبه. العمى شو بومه صغيره انت. صارت معي قصه من يومين وزيد اقول لك اياها. خير شو في؟ في واحد حكى معي. شو اسمه؟ هو ما قال لي شو اسمه بس قال لي انه هو معجب. ايوه وانت ليش كل هالقد مبسوطه وليه؟ إلا إنه صاروا اثنين وليد ومعجب. إلك عن أنا شو أحكي؟ عندي سعيد ما شاء الله حوله قد عشرة. يو خليه يزبط هو بالأول بعدين منحكي بالتسعة الباقيين. شوفي ليش نايم هون؟ ليش نايم انا هون؟ وين نايم؟ نايم هون ليش؟ ايه هون بدي نام. وين بدي نام يعني؟ لانه كنت عم اشتغل. بشو عم تشتغل؟ اتاخرت بالشغل نمت هون. ايه شو اشتغلت يعني؟ شغلت هذا الحيط هون. لكن هذا الحيط انا شغله ثلاث مرات. هذا انت مساوي له وش واحد، انا ساويت وشين فوق هون، شوفه على هاني، شفته؟ لا حول ولا قوة الا بالله، قوم صحصح، اسوي لك شاي يلا. ايه ساوي شاي، بس الكاسات.
بسرعة. الواحد ما بيعرف ينام ببيته. يقبرني ابو جانتي ملك الرياضة. لك يسعد لي صباحك انتي. شو تقبرني على غير العادة؟ رايح بكير اليوم؟ بدنا نقصد الكريم ونروح نتسبب لك امي. الله يرزقك يا رب. عجبت لك امي؟ شو في؟ صرنا خريجين حبوس اخر عمرنا. لك تقبر قلبي تشكل قاسي. السجن للرجال، ابوك الله يرحمه، مشان يتدار حمار وما يدعسه فات بالعمود، هي أول مرة انسجن. تاني مرة. طحش عليه كم يوم؟ كان معه رحلة مدرسة على طريق مشخيطة، زركه بالمنصيف، قام أبو النور عصب وطلع خلقه ملك الإسكانيا وزركه للكاميون، زدته بالوادي. كان يوم خميس ساعة 2 الظهر، كان لابس قميص بني أبو النور وحاطط بشكير أزرق على رقبته، وبالعلامة يوميتك أنت طابخة شلباطه. إبرز. بعدين تعال هون، أنت حدو ليش فتت على السجن؟ ليكون مشان حرمة. هي علينا لك أم النور. لك تعال كمل لي، ليش فتت؟ بدك تعرفي ليش فتت؟ ايه ايه تعالي شان حرمان. تعرف شو مشكلة انه الواحد ينام بالورشة؟ لا والله. شو يعني؟ ببلش شغل من دون فطور، يعني بيشتغل من دون همة. اللهم جيبك يا طولة البال يا سيدي. منجيب فطور مع انه ما يتعود افطار. ايه بعرف انك ما متعود. كحتي. انا كحتي لك عمام؟ ايه ما بعرف، بس نحن بنسمع بالفطور سمع، ما شفناه ولا مرة عندك. هو يا امرك معلم، شو بتحب تفطر؟ شو رايك نفطر اوزي ولا جدي بالزيت احسن؟ ولا اقول لك احسن شيء سجقات وابوات؟ لك شو عم تحكي؟ انت اللي شو عم تحكي؟ شو بدنا نفطر؟ نط جيب لك صحنين فول خلينا نزهرمه. العمى شو بتسال اسئله بايخه؟ هات شو بدك تفطر؟ شو بيفطر الواحد؟ قليز. الله صبري، لا تفور لي خليها. عمل لك روح نادي له وخلصني. ايه ما بقدر، عم يتدرب الكابتن وائل. يقطع عمرك انت والكابتن وائل. يلا روح بقى. لعمة ما اسألك. روح. كابتن. شو في؟ دقيقة بس، كرمتين بس. طيب يلا. لحظة وائل. شو لك سعيد؟ لقيت بطاطا بدل الطابه؟ لا والله مو هيك القصه، بس يعني هدول هيك شفتهم بالسوق قمت اشتهيتهم، قلت لازم يدوقون الكابتن. ايوه مع انه يعني انا امبارح اخذ كيس على البيت، بس تكرم عينك ما راح اخجلك. الله يخلينا يعني. إيه سمعنا بقى. شو ها خلصت كابتن؟ شو بدي اقول لك مشان الطابه؟ شو بدي لك؟ شو طابه ما طابه، خلاص انا بضيع القصه كلها. ولو كم سعيد عنا. الله يديم سعدوه. اللي بدي اياك المره الجايه يجيب لي سحاره بندوره بلدي، مل تمي من البلاستيكي مل. تكرم عينك كابتن. شو مشان المباراه سعيد؟ ستيب باي ستيب، فشخه. وأنا سعيد، لا تنساني من البطيخ، أنا بحب البطيخ كتير. تكرم عينك مارادونا. بلدي يا بطاطا، شخاخة يا بلدارة، بلدي. هذا خارجي كان. الو ابو جانتي ملك اللانسر معك. مين لك؟ هلا بالشهير، هلا ابو مشعل، هلا بالغالي، نورت والله نورت. وينك في يا طويل العمر؟ وينك في؟ بالمطار؟ بالفندق؟ تحتريني؟ اي والله ترى وانا احتريك. ايه يلا مشوار الطريق، انا جاي لعندك 10 دقائق. كيف جده والدمام والرياض؟ والله الشام بتسلم عليكم. يلا جاي لك طويل العمر، جاي لك. هلا بلا ابو مشعل، والله هلا. تسلم لي عينك، والله بعد زمان اشتقنا لك. وها لعيونك احلى غنية.
بسم الله. أبو عماد قل لي يا عيوني، شو سكنت تعبناه هون كل يوم؟ يعني كأنك سكنت نظامي. سكنت نظامي؟ يا زلمة ما فيك نظر أنت، ما لك شايفني عم بشتغل بالليل، وين بدي نام؟ والله أنا اللي شايفه أنك ما عم تشتغل لا بالليل ولا بالنهار، لك من 10 أيام لهلا حيطين ما لك مخلص. لك على هالشغلة، لك هلا أنت جبت لنا صحنين فول بدك تزلني فيهم. خلص خيو، المسبح والفول أنا بدفع حقهم. مش جاي أصلا أنا جايبه معي. لك يا أخي سكون أنا ما عندي مشكلة. بس بدي اياك تخلص، انا عم باخذ اجازات ما راتب لحتى اخلص، شدني الهمه شوي بس. خلص خيو وعد، من اليوم ورايح رح اشغل لك التوربو. التوربو؟ ايه التوربو يعني اعلى السرعات، هيك بيقول ابو جانتي. بس بقي بالله السلام عليكم. وعليكم السلام. وينك؟ هلا ابو مشعل. لك هلا والله. لك نورت الشام. والله اشتقنا لك. لك وحشة والله يا ابو مشعل. الشام منورة بهلا. يا حبيبي. حبيب قلبي تصدق عاد أول ما وصلت قلت خلني أتصل بأبو جانتي ونفس المرة الأولى. ما علينا سافر. أكيد ديبك أنا لك أبو مشعل. سيارتي تحت تصرفك أنت. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي. شرف شرف. الله يطول عمرك. شرف. أوه نفس السيارة ما بنغير نحن. الله محيي السابي. ما شاء الله. لا 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 زك زك. حبيب قلبي شرف. أهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلزام الأمان بس إذا سمحت لأنه في قرارات جديدة. يلا يا رب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي قجمة قجمة ما شاء الله تعرف هذه صدق بمعيتك صدق عادي يا ابو جانتي اني انا لجيت الشام احبك قد معك احب اسولف معك والله وانا ايوه على القلب والله عاد يوم رحت للدمام سولفت لربعي قلت لهم ابو جانتي يوديني ابو جانتي يجيبني ابو جانتي شو قالوا لا يقولون ودنا للشام خلنا نشوف ابو جانتي امانة الله تجيب ربعك كلهم بنحط ربعك على ربعي بيصيروا نص نص يا ربي لك الحمد الحمد لله يلا يلا طلبنا الحساب خلنا نروح ولو يا مشعل ديبك انا طلبت الفاتورة كفو والله اكسسوس مي شو الله يعزك ولا تحاسب اعوذ بالله ولا تحاسب اعوذ بالله يا رجل انا اللي بدفع بحال اشوف خلني ادفع اشوف انت ضيفنا ميت اهلا وسهلا فيك ما بيصير المره هذه علي والمره الثانيه عليك منت علينا بس المره الجايه عندي بالبيت ها توعدني بالاول خلاص اوعدك اوعدك المره الثانيه ان شاء الله عندك أشوف. خشمك خشمك انا لله يا ذا الخشم خشمك خشمك وين شايفك انا؟ شو بعرفني يا معلم؟ حلوين مناخيرك مقدمين يعيشوا عم اقول وين شايف اللايتر؟ ايدك من هون معناتها هذا انت طلع بال 100 ليره ولا اعطيتك اياها يا معلم ما اعطتني اياها وصلتني بالتاكسي تبعي واخذت مني الاجره فوقها كمان بوس ايدك وطي صوتك هالقد صاحب بحق له علي 500 ليره هات ال 100 ليره احسن ما افضحك قدام صاحبي العسرين لك والله مو خرج تخصمها من الفاتوره لك الله يخليك يا معلم تخصمها من الفاتوره طيب يا رجال سامحه طيب مساكينه بالعذاب لك ما بيتسامح هادي ابو مشعل انت ما طلع معك بالتاكسي وبتشوف شو بيساوي لك شلحني اوعيني ليش حضرته عنده تاكسي لك شو بدك في عنده تاكسي شو بدك تطلع معه كمان لك لا ابو جانتي طيب طالس داريتك انها سمارت ما شاء الله هات هات الفاتورة خذ عطا مسيك مسيك مسامح الله معك الله يخلينا اياك الله يخلينا اياك يا شيخ خشمك طيب روحوا لا روحوا لا بما انه طلعنا معارف خرج انه اخذ منك 500 لبكره لك يبليك بيقتلك روح من خلقتي احسن ما قصدك بس اكيد روح من خلص خلص السلام عليكم هذا والله هيك شر لا اعوذ بالله يا صبرك عليه شرك ولا هلا ما حكيتوا؟ لا لسه ما حكينا. على قامتك يا عواطف شو حوبة؟ لك انا لامتى بدي ضل عم علمك؟ اه لامتى؟ لك انا وسعيد من تاني مرة حكينا مع بعض. طيب شو حكيتوا مع بعض؟ شو قلتوا؟ بهدلته. ايه بهدلته، قال شو عم يلطشني بالحارة؟ قام صرخت لك هذاك الصوت التموا عليه كل الشباب وقتلوا هذيك القتلة.
ايه عليكي انا ما بحب هيك. لك يا حبيبتي يا قلبي انا ما عم اقول لك تعملي انتي هيك، انا عم اقول لك انك تتحركشي، لا تروحي هالشب من ايديك. انا بدي اتحركشو؟ ايه انتي تحركشي يا بعدين لك عم تروح عليكي. ما بدي بركي لك حبيبتي. لك حبيبتي حبيبتي بس اعطيه الضوء الاخضر وهو بعدين اجت امك بعدين بعدين. إيه برجع بحاسبك. ايه حبيبتي يلا لا تطولي. وين رايحه سوسو؟ رايحه ودي هدول البضاعه وبرجع عمتي. لا تطولي. لا تقبريني باصك ولا بلاها؟ بلاها. روحي ناطرتك يلا. يبعت لي حمى هاتي عنك امي هاتي هلا محرز تاخذي قميص خلص هاتي الله يخليك الله يوفقك. شو تشاطرتي هلا؟